اهلا بيكم في فيديو النهارده. هنقدم لكم بعض الخدع البصريه اللطيفه، وكمان هنستعرض معاكم طريقه او خدعه من خلالها تقدروا تغيروا لون عينيكم لاي لون تاني تحبوه بس لمده دقائق. تابعونا. دلوقتي إلكوا نظرة على الصورة دي واللي ظاهر فيها دايرتين، واحدة أكبر من التانية زي ما انتم شايفين. بعد كده ركزوا على النقطة في المنتصف وحركوا رؤوسكم للأمام وللخلف كذا مرة وخليكم مركزين على النقطة، وهيتهيأ لكم إن الدايرتين بيتحركوا، لكن في الحقيقة مفيش أي حاجة بتتحرك والصورة ثابتة تماماً. في الخدعة البصرية دي المطلوب منك انك تركز على النقطة السوداء الموجودة في وسط الشاشة لمدة ثواني لحد ما يتغير لون الصورة. لو نفذت الخدعة بشكل صحيح فهتلاقي لون الصورة اتغير للأبيض والأسود، ولو ما نجحتش في تنفيذ الخدعة بشكل سليم وقف الفيديو لثواني وبعدين كررها مرة تانية. في الخدعة دي مطلوب منك التركيز على علامة الزائد الموجودة في وسط الشاشة، وفي نفس الوقت في الخلفية هتظهر صور لبعض المشاهير وهتستمر في التغيير. ولو نفذت الخدعة صح فلسبب ما هيتهيأ لك ان وجوه المشاهير مشوهة وهتظهر بشكل مضحك، لكنها في الحقيقة صور طبيعية تماما وما فيهاش اي تشوه، بس كل اللي حصل انه تم خداع عقلك وخلاك تشوف الصور بالشكل ده. دلوقتي مطلوب منكم تلقوا نظرة على الصورة دي واللي ظاهر فيها مكعب روبيك، وحاولوا تخمنوا عدد الألوان الموجودة في المكعب خلال ثواني. معظمكم غالبا خمن ان المكعب بيحتوي على 7 ألوان واللي هما الأبيض والأصفر والأخضر والأزرق والأحمر والبني والبرتقاني، لكن الحقيقة ان دي خدعة بصرية وألوان المكعب هما 6 بس، وده لأن المكعبين البني والبرتقاني هما في الحقيقة لون واحد. الخدعة البصرية دي لو نفذتوها بطريقة صحيحة هتخليكم تحسوا أو تشوفوا كل شيء حواليكم أصبح وكأنه أصغر من حجمه الحقيقي ولمدة دقيقتين تقريبا. كل اللي عليكم هو أنكم تركزوا عينيكم في منتصف الشاشة تركيز تام لمدة دقيقة، وحاولوا ما ترمشوش بعينيكم قدر الإمكان، ويستحسن لو كبرتوا الشاشة على الآخر علشان تحسوا أكتر بنتيجة الخدعة. معاكم دقيقة كاملة. كلكم هتبصوا للصورة دي وهتلاقوا فيها بعض الأشكال اللولبية الحلزونية المتداخلة باللونين الأزرق والأخضر، لكن في الحقيقة الأشكال الحلزونية الخضراء والزرقاء هي في الحقيقة كلها لون واحد. أما السبب في أنكم شايفينهم باللونين الأزرق والأخضر فهو الخلفية الوردية للصورة. ودلوقتي زي ما قلنا في المقدمة هنقدم لكم الخدعة دي واللي من خلالها هيتغير لون عينيكم لأي لون ولمدة دقايق. كل اللي هتعملوه انكم هتركزوا بعينيكم على العين اللي موجودة في منتصف الشاشة لمدة دقيقة كاملة وهتلاقوا لون عينيكم اتغير، وبعد دقيقتين هترجع عينيكم تاني للونها الطبيعي. وللتنويه فالخدعة دي مش دايما بتنجح، فلو ما قدرتوش تلاقوا النتيجة المطلوبة وقفوا الفيديو وريحوا عينيكم لمدة 10 دقايق وجربوها مرة تانية. معاكم دقيقة.
بنتمنى تكونوا استمتعتم بفيديو النهاردة وبنشكركم على المشاهدة، وقولولنا في التعليقات ايه اكتر خدعة نجحت معكم، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.